والهدف من الهجوم هذا كان إرباك الوضع الأمني في بلادنا وإحداث إمارة داعشية في بنغازي. لذلك مناسبة بس نتقدموا بالشكر الجزير إلى مواطنين بنغردان اللي كان عندهم دور كبير ودور هام في التصدي لهذا الهجوم الجبان، وكان دورهم في دعم قوات جيشنا الوطني وقوات الأمن الداخلي، كان له دعم وكان له منها نتائج هامة وهامة جدا في التغلب على الهجوم. تعرفوا وقع الإعلان عن حظر التجول بالنسبة لمدينة بنغردان ابتداء من الليلة من 7 متاع الليل حتى 5 متاع الصباح، وباش تكون عملية حظر التجول عملية منها صارمة. ونطلب من المواطنين، وهذه فرصة باش يدعموا قوات أمن الداخلي وجيشنا الوطني، وذلك بالالتزام باحترام حظر التجول، لأن هناك عمليات مش تم هذه مش تم منها لمزيد تثبت من تواجد او عدم تواجد الارهابيين منها في كامل مدينه بنغردان. واغتنم هذه الفرصه لاشكر قوات جيشنا الوطني وقوات امن الداخلي اللي ابلوا البلاء الحسن والراو اللي هما منها في مستوى الثقه اللي وضعتها فيهم منها وضعها فيهم الشعب التونسي.